سنة أنا سنة تانية بكالوريا اقتصاد. هادشي ديال فيروس حبسوا لنا القراية عنده تأثير كبير علينا. أكثرية شي وحدين كيقولوا راه فهمتي الدروس غد دخلوا يقدروا يعوضوا لكم، شي وحدين كيقولوا الدروس راه يقدروا يبداو لكم حتى شهر 7 في الصيف، كاين اللي كيقول لك عاوتاني راه غير الدروس اللي درتو في الدورة الأولى غتقراهم. المهم هادشي عنده تأثير كبير علينا في القراية، حيت هاد العام باك داك العام حطوه سهل، هاد العام قالوا يقدروا يحطوه، فهمت عنده تأثير كبير على القراية. لا ماشي جميع المدارس، كاينين شي مدارس بحال دابا واخا بريفي كاينين شي مدارس بريفي كاع ما قالوا لنا غتوصلوا بدروس، جينا اليوم قالوا لنا لا صافي حبسوا قراية صافي، وكاينين شي مدارس قالوا لهم غديروا، كاينين شي مدارس قال لهم غنتواصلوا عبر فهمتي ابيل فيديو غيشرحوا لكم داك الدروس لي فهاد لي ما غتقراوش هادو، كاين شي مدارس قالوا لهم غاتش. انا تلميذ ديال بروميير غيكو، كنقرا في بروميير غيكو بروميير اني باك، و سمعت بما غادي يحبسوا القرايه لو ابارتير دو لاندي 16 مارس. وما عرفتش واش هادشي بصح ولا لا. المهم كاينين في الريزو سوسيو كاين هاد الهضره بزاف، وهادشي اللي قالوا ما عرفتش واش غادي هادشي غيكون بصح وما عرفتش واش غيكون تاثير ولا لا. المهم جيسبر ان توكا كون غادي تكون اني بلونش، حيت وصلنا تقريبا للاخر ديال العام وما بغيناش حتى ياثر علينا. الحاجه الوحيده اللي كان اللي كلشي كيتمنى هي يحطوا لينا يتعاملوا معنا في الجاوي، حيت كما 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 عارفين كاملين راه غادي ما غاديش تحبس القرايه لو 16 مارس، ونتمنى بما يكون الجهوي ساهل و عيش حياتك. انا بالنسبه لي كورونا ماشي شي حاجه تري اسي دونجوروز، واللي كتب عليك سي دربيه اللي كاينه والحمد لله. كاين قالوا لينا بما غادي يكون عطاو لينا واحد لو سيت اللي غادي يتلاحوا فيه الدروس، واللي غادي يمكن بما التلاميذ يحفظوا عندهم في المنازل ديالهم ويتلاحوا الدروس تماك في هذاك لو سيت. داك الشيء اللي قالوا الوزاره انا متفق معاهم برجوله، ولكن سميت على فاش قالوا بلي داك الشيء يديروا اونلاين داك التخربيق، ما تقريبا تلقى واحد 90% ديال الاساتذه ما تلقى عنده شي بي سي في دارو ما عرفش يدير داك الشيء ديال اونلاين داك التخربيق، بحال في المدارس بوبليك اما بريفي فهمتي يقدروا يديروا معاهم شي بلان في سكايب ولا شي حاجه فهمتي، اما سميت اما قال لك سميتو قالوا سنه بيضاء سنه بيضاء ما كرهناش حنا بحال حنا بحال الدوزيام باك، انا ما كرهتش كون نديرو بحال قال شي ندوزو الوطنيه في الدوزيام سيمستر فهمتي، يديرو لنا الدروس ديال البروميير سيمستر فهمتي شكون مزيان ديك القضيه وفهمتي غيتعاملوا معانا الا داروا لنا هاد اللعيبه. وداك الشيء الاونلاين انا متفقش داك الشيء ديال الاونلاين ما فهمتي، قلت انا 70% ما يكونش داك الشيء، حيت اسيتي ما عندوش مع الاونلاين داكشي فهمتي، كاع داكشي ديال اللايف غير نكون تصداع في اللايف داك التخربيق فهمتي، باش نروحو اسيتي يديرو لعيبات صافي ما والله شي اما كانش يديرو لنا شي ماشي داك الاونلاين خصهم يضربو معاهم شي قادرين شي سيت اونلاين ولا شي ولا ديرو بحال داكشي ديال سيت انترنيت ولا شي دير شي يوتيوب دون تفرجو في الدروس ديال دوزيام باك بحال داكشي دوزيام باك والسيزيام وداكشي التخربيق صافي.